معايا دلوقتي الناقدة الصحفية الجميلة علا الشافعي. علا ازيك يا علا؟ عاملة ايه؟ علا الشافعي معايا على الهوا دلوقتي، وكنت عايزة اكلمك بس كنت عمالة ايه، عارفة اللي هو ايه، بزق في رمضان لغاية اما يجي فاضل 10 ايام عشان اعرف بقى ايه. تقدري تلخصي لي كده وتقولي لي كده بقى الصورة بالنسبة لك بقت عاملة ازاي؟ اولا كل سنة وانتي طيبة. وانت طيبة حبيبتي، بتعد عليك الايام بكل خير، انت وكل المستمعين حبيبتي. قولي لنا بقى رأيك ايه في موضوع ال 15 حلقة وال 30 حلقة؟ بصي هقول لك، هو يعني احنا السنه دي كده بشكل عام، يعني قبل بدايه شهر رمضان كان في حاله من التفاؤل كده، مثلا عندنا موسم مختلف، خصوصا ان كان في زي ما انت قلتي عدد كبير من الظواهر الايجابيه اللي بتحصل لاول مره، منها فكره ال 15 حلقه كمسلسلات مختلفه. يمكن الفنانه العالي عملت قبل كده موضوعين مختلفين، كل موضوع كان 15 حلقه، ولكن السنه دي احنا شايفين يوسف الشريف 15 حلقه، وكان في بين السماء والارض 15 حلقه، وكان في كمان احسن اب. كمان كان عندنا ظواهر ايجابيه كتير السنه دي ليها علاقه بالثنائيات، ووجود اكتر من نجم في عمل، بطولات جماعيه، ثنائيات، ده كان مبشر جدا. بس هو الحقيقه على ارض الواقع يعني كان في حاله برضو اخرى من الصدمه. ده بالنسبه لي انا بتكلم على رايي، يعني لان انت كان مستوى الطموح مرتفع جدا، ولكن اذا بنقول كده ايه، المساله للاسف ما كانتش على هذا مستوى التوقعات اللي كنا بننتظرها من الموسم. خلينا بس طول الوقت زي ما انا دايما بقول، الاختيار بره المنافسه او المنافسه، لانه هو انت عارفه مسلسل مختلف، وكلنا كنا جزء من الاحداث اللي بنعاصرها في هذا العمل. فكره المزج ما بين الواقعي والدراما، او الاحداث اللي احنا عشناها ارشيفيا وتسجيليا مؤرشفه موثقه، طبعا ده يعني بيفرق كتير في نوعيه المشاهده. بس بيتر ميمي، يعني لو مسكنا الاختيار يا علا، بيتر ميمي يعني اتحسن، يعني بيتحسن بسرعه مش طبيعيه، يعني عمال بيتفوق على نفسه بصراحه من سنه لسنه، وعمليه المزج عاملها حلوه قوي. ايوه ما ده حقيقي، لانه كمان معاه مونتير شاطر جدا، مدير تصوير موهوب جدا. فانا بقصد بالعكس، انا كنت هكمل لك اقول لك ان حتى كريم وميكي في احسن حالاتهم. يعني انا بالنسبه لي لو من المكاسب بتاعه رمضان هيكون كريم وميكي طبعا بشكل كبير جدا، وطبعا بيتر ميمي. بصي يا انجي، واحنا عموما في الدراما المصريه بقالنا كذا سنه عندنا تفوق في كل ما هو يتعلق بالعناصر اللي ورا الكاميرا والنجوم اللي قدام الكاميرا، ودي حقيقه محدش يقدر ينكرها. تمثيل على مختلف الاجيال، في ناس مهمه جدا مميزه للغايه، في مواهب طول الوقت بتطلع في رمضان، عندنا مخرجين كل شويه بيثبتوا. احنا لو قعدنا عددنا الاسماء السنه دي، بترميني، محمد سلامه، تامر محسن، عندنا الحقيقه اسماء، كريم الشناوي، في اسماء مهمه السنه دي في الدراما على مستوى الاخراج. ولكن انا بتكلم بقى الازمه الاساسيه هتفضل هي الموضوعات والكتابه. دايما الاساتذه الكبار بيعلمونا ان فكره ان النص هو الاساس، لا يجوز ابدا اي عمليه انتاجيه تتم من غير ما يكون النص كامل مكتمل. الى ان العمليه تحصل وتحصل بشكل محترف زي ما كان بيحصل زمان، افتكر ده هيغير المشهد بشكل كبير جدا. ولكن خلينا برضو يعني نقفز كده ونقول انه من الظواهر الايجابيه زي ما انت قلت مسلسلات ال 15 حلقه. انا بالنسبه لي بين السماء والارض مسلسل كان محبوك، معمول بشكل جيد، في نجوم مهمين جدا. انا بقى شايفه وبشكل واضح جدا المسلسل ده لو كان سباعيه كان هيبقى كمان ايقاعه اسرع بكثير. يعني احنا اللي افتكر زمان عهد الدراما المصريه كنا بنعرف السهره، وكنا بنعرف السباعيه، وبنعرف طبعا الفتره ده كويس التلفزيون، وبنعرف كمان 15 حلقه. على فكره هو ال 30 حلقه ده جديد، يعني ده مؤخرا في اخر يمكن 10 سنين، لكن قبل كده كان 13 20 سنه كمان يمكن. بس يعني قبل كده كان كل المسلسلات كانت ماكسيمم 13. ما انا هقول لك، يعني حتى هتلاقي كمان استاذ وحيد حامد عنده سيناريو ممكن يبقى 27 حلقه، لان هو النص خلص هنا، وده حصل الدم والنار وغيرها من الاعمال. خصوصا انور وكاشة عنده مسلسلات 15 او 20 حلقه. فاللي بقصده ان الفيصل بيبقى دايما هو النص، والايقاع الدراما واخدك لكام حلقه، مش ان انت بتحط باترون وتشتغل عليه. عايز 30 حلقه يبقى لازم يكون عندك دراما تعمل 30 حلقه، لان زي ما انت شفت احنا بعد الحلقه ال 10 وال 11 كل المسلسلات الكيرف نزل، وبقينا قاعدين بقى حاطين ايدينا على سدنا مفيش حاجه بتحصل. في شويه ملل حصلت طبعا الحقيقه، ورجعنا دلوقتي بنشد تاني. طب خلاص، ما انت جايه بقى خلاص اللي هو من الحلقه 22 23 هتلاقي الايقاع بيشد معاكي تاني، وفي مسلسلات على فكره بتريح لحد الحلقه 25 مفيش حاجه. يعني فاللي بقصده ان دي المساله الاساسيه الحقيقه هو الكتابه. وانا بشوف ان يعني في نجوم مش مضطرين يبقى متواجد لمجرد التواجد، هو انت المهم انت متواجد بانهي كيفيه وازاي.
ده بالنسبه لي انا اهم كمشاهد، ان انا استمتع بشغلك حتى لو بره رمضان. على فكره مش لازم ابقى جوه رمضان، لو عايز جوه رمضان، لو كل سنتين بتعمل مسلسل، مسلسل مهم، انا بالنسبه لي اهم بكتير انك تكون موجود كل رمضان، ولكن بس تبقى تحضير. يعني ده كده اجمالا بشكل سريع الملاحظات اللي انا بقولها لك عن هذا الموسم. بس زي ما قلت لك ما ينفيش ان في اعمال يعني تستحق ان احنا نتوقف عندها، وبشكل لافت جدا زي لعبه نيوتن. انا شايفه ان يعني تامر، ما انا عايز اسالك بقى كده على ايه، على عمل اول لما اقول لك الاسم تقولي لي حاجه صغيره يعني لو قلت لك لعبه نيوتن. بصي انا شايفه ان لعبه نيوتن مختلف، الحدوته، طريقه المعالجه، التمثيل فارق جدا، إدارة تامر الممثلين، التصوير مهم جدا في المسلسل. فده بالنسبة لي أنا، حتى لو في بعض الإشكاليات في الكتابة ظهرت في الكام حلقة اللي فاتوا، ولكن يظل عمل أنت قاعدة مستنية عايزة تعرفي الفعل ورد الفعل لكل الشخصيات، سواء مؤنس، سواء هنا، سواء حي. نسل الأغراب، بس نسل الأغراب بقى ده يعني، والحقيقة يعني أنا بقدر بقى جدا وبقدر امير كرارة جدا والنجوم اللي شغالين في المسلسل، ولكن الحقيقه ان محمد سامي ظلم الاثنين. يعني ببساطه يا انجي، انت عندك نجمين كبار زي السقا وزي كرارة، فده انت كنت ضامنه 60% نجاح المسلسل. فلما يكون هو مسؤول عن التاليف والاخراج وايضا كمان له يعني سطوه فيما يتعلق بالديكور، فانا شايفه ان المحصله الحقيقه لم تكن لصالح النجمين الكبار اللي انت دمعت في المسلسل، لان احنا بقى ده اكتر مسلسل يعاني من فكره الثرثره الدراميه، غير ان المسلسل فيه شيء ما مبالغات غير مطلوبه، فالمبالغات دي منعكسه في كل التفاصيل، مبالغات الديكور، مبالغات في الازياء، المبالغات دي كلها منعكسه حتى على اداء الممثلين. لو قلت لك ما بين البرنس ونسل الاغراب السنه اللي فاتت، البرنس طبعا طبعا ما فيش مقارنه الحقيقه خالص. البرنس كان كمان مسلسل في حبكه بتمس كده يعني جزء من مشاعرنا الفنيه، شعبيا، التركيبه، فكره الاخوات اللي بيكونوا اخوهم، يعني هي جزء حتى من التراث، هتلاقي مش بس فكره قصه سيدنا يعني. ولكن في الحقيقه كان بكتير اغراض، حتى لو انت عايز تعمل عالم غرائبي ملوش علاقه بالدين ومكان، فانت اللي حطيت لي الاطار، يعني هو المخرج انت اللي قلت الصعيد، وانت اللي جايب نقطه مش عارف كذا ومركز شرطه كذا، مش انا. فغصب عني لازم هقعد اترجم كل ده على ارض الواقع. فالحقيقه المساله بالنسبه يعني انا عندي اصحاب صعيده كتير على فكره، وكلنا اكيد عندنا اصحاب صعيده، فكلهم مستغربين جدا من العمل، لان هو ملوش علاقه باي اجواء تفاصيل. المساله هي صراع ما بين او الابناء عمومه على امراه، او صراع على كنز، فأنا شايفة حتى الإيقاع المتراحل ده ضد الفكرة. لو قلت لك ملوك الجدعانة، شوفي كان أول كام حلقة فكرة الهارموني والتناغم ما بين ده بقى في إطار فكرة إن عندنا ثنائيات السنة دي كان بين، عايز أقول لك فكرة الثنائيات السنة دي كانت عجباني جدا يا علا. يعني هو على الحقيقة عشان كده أنا بقول لك يعني أكثر حد كسب هو كريم ومكي. الحقيقة ملوك الجدعانة في هارموني الحقيقة بين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ولكن برضو المسلسل في الاخر يعني انا ايه المحصله، انا الحاره دي ما اعرفهاش، يعني كمان انا الحاره الشعبيه دي انا ما اعرفهاش. حتى لو انت بتتكلم على مكان عشوائي بالشكل العشوائي ده، بس في قدر من التزايد في العمق مبالغ فيه بشكل كبير جدا. فانا يعني انا برضو ضد ان انت تقعد تستنسخ حاجات كل ده، احنا دي شفناها التمات دي قبل كده، والمفارقه بالنسبه لي اللي كاتبه السيناريو 6 بالنسبه لي كده ده عامل استفهام كبيره جدا. حالا العنف غير المبرر دي في الحاره ده نقاط النزل بعضها، الحاله شيء مرعب. فانا ما اعرفش عن اي حاره بتتحدث، وحاره السيده زينب اما كان عشوائي في مصر، وطبعا هو مسلسل كله متصور في لبنان مش متصور في مصر. هم طبعا هم بنوا حاره كامله، وبرده لحم غزال، شادر السمك، كله مبني. بس ده هيخليني برده اعمل تحيه خاصه للمنتج صادق الصباح، يعني هو حاول طبعا هو مجهود يعني ما اقدرش انكر ده، لانه بنى الشادر وبنى الحاره وحاجات كلها طبعا في الظروف، ما مش عارفه اقول ايه بصراحه. بس انا في جزء كده من المساله هو مرتبط حتى نفسيا بطاقه المشاهده. احنا الحقيقه في ظرف ضاغط جدا انسانيا على مستوى العالم، ظرف كورونا، ظرف المخاوف، ظرف كل اللي حوالينا، انت كمان ما بتزودليش عبء المشاهده بفكره الزياده ده، التزايد في المشاهد العنف اللي موجوده طول الوقت. لان الحقيقه الانسان ما بقاش مستحمل، يعني الانسان مننا ما بقاش مستحمل كل هذا العنف. احنا على اعصابنا خلاص، الواحد ماشي عمال اللي هو بيرتعش لوحده، وحياه ربنا اعصابنا باظت. طب لو قلت لك هجمه مرتده،
طبعا يعني بص، هجمه مرتده في جهد مبذول، ولكن هو ازمته الحقيقيه زي كل الاعمال اللي بتعمل بتتقدم مؤخرا، انه انت دايما طول الوقت عندك في نفسك كده مستقر نجاح رأفت الهجان، نجاح دموع في عيون واقحه، في مسلسلات غصب عنك هتقارني وتفكري وتشوفي. يعني كل وقت انا بستغرب، يعني انا لحد اللحظه دي اكيد انت وناس كتير مش انا لوحدي، انا بنشوف رأفت الهجان في اي اعاده او اي مشاهد احنا بنبكي نفس المشاهد اللي بنبكي مع اول مشاهده. مدى تاثرنا بالاستاذ محمود عبد العزيز الله يرحمه كان كبير جدا. الكتابه بصراحه ابو صالح مخي حاجه مؤثره للغايه، بس هنا في شيء ما انا وده ما اعرفش الحقيقه برضو الكتابه ولا ايه. انا اتمنى اشوف اعمال كتير ليها علاقه بملفات المخابرات والبطولات وكل ده، بس اتمنى اشوف ده، بس نفسي بامثال الكتابه زي الاعمال اللي بتبقى كده بتاثر في وجداننا وبتحصل في وجداننا. القاهره كابل، القاهره كابل طبعا برضو عمل مهم ويمشي في نفس خط الاعمال اللي احنا بنتكلم الوطنيه يعني برضو فيها وكلام عن الارهاب والتطرف. واول برضو كان حلقة كانوا عاليين للغايه، لان انت عندك ممثلين هايلين هنا، بقى انت عندك فريق تمثيل كامل يعني متكامل، طارق، فتحي عبد الوهاب مع حفظ الاقاليم كلهم طبعا، كان بستاوي، نبيل حلفاوي، حتى استاذ شيرين عامله دور لطيف جدا الحقيقه. حنان مطاوع، حنان مطاوع هايله فظيعه، هقول حالا حنان مطاوع، كل واحد في دوره متسكن عامل شغل كويس قوي. بس للاسف كعاده هذه الاعمال لا تخلو من فكره الكليشيه والنمطيه، لان هي لا بتناقش افكار اكتر ما بتناقش علاقات انسانيه وبني ادمين لحم ودم. يعني الافكار هي مسيطره اكتر في راي وراي اخر، ففي حلقات تحولت الى سجالات وحوارات طويله جدا، ما فيش احساس الصوره والدراما اللي ممكن تلاقيه مثلا عند استاذ وحيد حاجه ده من الجماعه. يعني ده اللي اقصده، حتى طبعا انا بفكرش في ليالي الحلميه، وكان بيأرخ لمصر على مدى فترة زمنية طويلة. هما الاثنين دول يا علا، الاثنين دول كانوا بجد يعني صراحة هو بعد الاختيار يعني مرحلوا يعني فعلا في فرق كبير قوي قوي قوي، الاثنين دول بجد مش ممكن يعني. والله عندك حق، عندك حق جدا. مهما قلنا ومهما الناس حاولت، بحس ان الناس دي كانت من قلبها كده وبدمها، ما اعرفش كانوا بيكتبوا ازاي الناس دي بجد يعني كانوا. عندك حق، هو عندك حق. يعني فكره ان انت كل شويه بتبتدي نشاهد بيهم، وعلى فكره عايز اقول لك ان هم حاضرين بشكل او باخر في مسلسلات كتيره جدا. يا استاذ وحيد عمل كده في كذا وقال كذا، ده حقيقي. يا استاذ اسامه كان كاتب، يعني ربنا يرحمهم جميعا. يعني يا رب. انا بقول لك القاهره كابل الحقيقه اللي انقذ هذا العمل ومخليه الناس متابعه ومكمله هو التمثيل، مباراه التمثيل الهائله من نجوم التقال دول، وحسام الحقيقه حسام علي مخرج موهوب ومتميز جدا جدا، ما اقدرش انكر ده. يعني خلي بالك من زيزي والتوليفة الجديدة اللايت كوميدي من خلال قصة مأساوية، يعني قصة جامدة قوي بس لايت كوميدي نوع مختلف. خدي بالك في ناس كتير الاول كده كانت بتقول انه امينه ادائها زياده مبالغ فيه، امينه مش عارف كذا، بس الحقيقه اول مره اشوف امينه بتمثل بجد. يعني اول مره اشوف ان امينه عامله نقله لقدام وخطوه التركيبه اللي هي قدمها في شخصيه زينب او زيزي، مسلسل من الطف المسلسلات المعروضه، يمكن تستغلي تستني احداثه بشغف، حلقات قصيره مكثفه، ودي لها علاقه طبعا بايقاع كريم الشناوي مخرج سينما بالاساس برضه. فكريم عامل ايقاع مختلف، اداره الممثلين هايله بصراحه، ممدوح في احسن حالاته. يعني كل الناس اللي شغاله في المسلسل كده في، وبعدين كمان زي ما انت في رسائل وتوعيه بمرض احنا ممكن يبقى عندي او عند اي حد طبعا، وبشكل درامي لطيف جدا ومعمول بشكل، وده جزء من اهميه الدراما على فكره، انت بتقولي كده على حاجات من غير ما يكون فيها زعق مباشره او زعيق او صريخ. فده خلي بالك ازاي بشوفه نوع من اهم المسلسلات اللي معموله في شهر رمضان هذا الموسم. حرب اهليه، حرب أهلية طبعا نوصل ليها كل التقدير، وان هي نزلت وصورت بعد ما كانت قايمة من كورونا، لان طبعا ده يعني مجهود كبير قوي، وانا عارفة ان قد ايه كورونا بتأثر، يعني بتاخد فترة طويلة عشان الانسان يستعيد لياقته وقوته. هي نزلت وجت على نفسها وكانت بتشتغل، وده اللي انا كنت بقوله لك بقى، ان النجم مش مضطر، لان هي يسرى في كل الاحوال، فهي يعني مش مضطرة تنزل الا اذا كانت بتعمل عمل مغاير ومختلف. يعني خيانة عهد السنة اللي فاتت الحقيقه كان واخد جو وعامل رد فعل اقوى بكتير من حرب اهليه هذا العام. انا نفسيا، وده انا ما اعرفش، عشان كده انا بقول دي مساله خاصه بيا انا، يعني انا انهكت من فكره العلاقات المريضه والغير سويه، انا انهكت الدراما من فكره العلاقات المريضه والغير سويه في الدراما.
طول الوقت بتشوفي كم من الخيانات والعلاقات اللي هي يعني انا فاكره يوسف ده حتى ده المفروض يدخل مستشفى مرض عقليه، ده مش المفروض يبقى عايش كده، ما ينفعش يبقى عايش وسطينا. ايوه صح. يعني طبعا هو بص في جزء من المسلسلات دي بشكل او باخر، وده اللي انا واقف عنده، بيعكس فكره العنف تجاه الستات، سواء في حرب اهليه، سواء في ضد الكسر، سواء في التوظيف، سواء كذا مسلسل الحقيقه فيهم ده الخط، سواء حتى في اللي ملوش كبير ياسمين عبد العزيز. فكل الخط ده هتلاقيه موجود بشكل او باخر، تحرش، اغتصاب، اساءات، يعني كله موجود السنه دي، وده مهم. بس هو كمان الكيفيه اللي بتناقش فيها انا يعني انا شايفاها مش زي مثلا زي احنا بنتكلم على خلي بالك من زيزو، انت بتعمل مشكله بس شوف المناقشه ازاي وايقاعها عامل ازاي. هنا المساله برضو فيها اقرب للاكلاشيه، انت بتشوف يا ست بتضرب، يا ست بتغتصب او يتم التحرش بيها. فنرجع تاني الحرب اهليه، انا كنت اتمنى ان النجمه الكبيره يسرا يكون عندها سيناريو مختلف، لان ده بشكل او اخر برضو بيلمس مع فكره افكار هي عملتها قبل كده في اكتر من عمل، مش بس في خيانه عهد. العيله اللي علاقتها هي علاقتها ببنتها مش منضبطه، بترجع بعد كده تاني ما بنتها بتعرف الحقيقه تمام، بس كمان يوسف بتركبته باروى، اللي انا حتى لحد اللحظه دي الحقيقه انا مش قادر افهم منطق الدراما ان واحده ترجع من لندن عشان تتجوز واحد عشان صاحبتها. انا ده بالنسبه لي يعني ده اقرب منه للعبث منه للدراما، يعني مفيش منطق في الدنيا. يعني قولي كده، انا بحسب نفسي انا صاحبتي حبيبتي ابقى في ظهرها عشان هتجوز راجل عشان دي غريبه شويه، معرفش والله ايه. والله العظيم بصي انا بحب جدا يعني شرحك للحاجات، يعني انا نفسي استضيفك هنا وتيجي تتكلمي اكتر بصراحه، لان طبعا كلنا يسرى دي الكبيره والحلوه والقديره طبعا على فكره ده كل ده بحب، يعني انت بتقولي بحب. طبعا والله بحب، لان انا كمان يعني انا بيصعب عليا ما يبقى في مجهود بذل، لان في مجهود يعني هي ست تعبانه وصورت واشتغلت، بس في الاخر حتى في الكتابه يعني ما انا ما فيش الفكره، يعني اتجوز واحد عشان صاحبتي، لا يا جماعه مش للدرجات دي يعني للدرجات. طب قصر النيل، قصر النيل هقول لك طبعا وجود خالد مرعي فارق كتير جدا، ومحمد سليمان عبد الملك ومحترف وموجود. وطبعا ريهام عبد الغفور بتقدم واحد من اهم ادوارها الحقيقه، دور عايده. ريهام متالقه، يعني هي كمان من كل فظاعه، هي وحنان متوع الاثنين دول فظاعه. بس انا برضو مشكلتي مع ازمتي بقت دينا ونوعيه الموضوعات اللي بتعملها، انا طول الوقت الموضوعات بقت قريبه من بعض، كان النجوم بيستكينوا كده لنجاحهم في ستايل معين فبيكرروه طول الوقت. يعني شوفي كم مره دينا فكره جريمه، ويا اما هي متهمه يا اما بتثبت براءتها يا اما هي بتدور ورا الجريمه. فاقصد حتى لو هو طبعا هو في كده زهوه الوقت بفتره زمنيه بالديكور بالازياء، ده عامل حاله من الزهوه وانت بتتفرجي. والناس الحقيقه اغلب النجوم في حالتهم كويسه قوي وعاملين شغل هايل، ولكن الحقيقه فعلا دينا برضو المفروض لازم تتغير. دينا الشربيني انا شاطره، انا بحب دينا جدا من المسلسل اللي بحبها الحقيقه، انا كمان. هي لازم تغير، لازم تخرج من الاطار ده شويه. طب التووس بقى بالنسبه للجدل الكتير اللي حصل عليه ومع وضد، وان هو زي ومش زي، يعني انا يعني من رايي انا البسيط انا حاسه ان الناس هي اللي خلت مسلسل التووس ده يستمر، لان لازم المواضيع دي تتعالج وتتناقش من خلال الدراما. انت رايك ايه في الموضوع ده يا علا؟ بس هقول لك تفتكري كده زمان ما عملت يوسف، لو احنا هو دايما بنفتكرها كل خير، ما عملت قضيه راي عام طبعا، كانت نفس القيمة قريبة برضه ولاد الناس الغناية اللي ممكن يبقى بيرتكبوا فعل ده ويحاسبوا نتيجة تربطات العلاقات والفساد بشكل أو بآخر. الناس لازم كانت هتربط ما بين التووس وبين قضية الفيرمونت اللي هتتناقش ولسه بتبقى فيها حكم، يعني أحكام قضائي، فغصب عنك هتربطي ما بين ده. ولكن هو التووس حساسية المسلسل، شوف المسلسل أهو ظهر التووس، وعلى فكرة من أهم النجمات في رمضان السنة دي برضه ظهر عنك. هايلة. فالمسلسل كلاسيكي جدا جدا جدا، الحاجات فيه واضحه، انت شايفه الاسرار، شايفه المحامي اللي هو كان بتاع تعويضات ويشتغل لمصلحته فبدا بيتحول ما بتبنى القضيه دي من قلبه، شايفه نماذج حتى الولد انا مش عارفه اسم الحامي الممثل ده شاطر جدا، عامل المساعد بتاعه جاي من الصعيد عشان يتعلم منه. فالتركيبه تقليديه للغايه، ولكن ده مسلسل ياثر في المشاهد. هو ده اللي انا بقوله بقى، فرق فكره الدراما المستورده والدراما اللي ممكن تبقى اصيله مرتبطه بيك. التووس زي ولاد ناس،
يعني دي دراما انت هتلاقي بشكل او باخر هتلاقي قصه او حاجه سمعتيها او ليها علاقه بحدث حصل في الحياه. فعشان كده بقول لك ده فكره الباترون الغربي ده. عايز اقول لك المسلسلين دول على قد ما مش معمول لهم الدعايه الضخمه اللي معموله لاعمال ثانيه والضجه ولكن المواضيع شوفي الحلو بيفرض نفسه سبحان الله. يعني هي عارفه ببساطه لانها فكره كمان الصدق والاخلاص وحاجه تمسك. ما هو انت صح. طول ما انت بتتفرجي على قضيه بتمسك او بتخصك صح. فطبعا دول فعلا مش طيب. بنت السلطان روجينا واول بطوله ليها عشان ما اكونش بكذب عليكي انا يعني انا شفت اول حلقتين ما اتبسطتش وما كملتش عشان بس اكون واضحه جدا يعني انا ما تابعتيش. مش هقول لك ان انا اتفرجت لا انا ما اتحمستش خالص فما كملتوش. طيب وموسى محمد رمضان؟ محمد رمضان استاذ محمد رمضان هو نفس محمد رمضان. يعني موسى انا من المسلسلات اللي كنت عارفه كده فيه احساس ايه انا مش هشوف قوي عشان رمضان لان انا بقى عندي حاجز نفسي بيني وبينه الحقيقه اللي هو المواقف اللي هو بيعملها. ولكن الحقيقه مع اول حلقه انا بكمل المسلسل بتفرج عليه بانتظام وده للجهد المبذول من كل فريق العمل. اول 9 حلقات كانوا حاجه ثانيه خالص زي ما احنا بنقول يعني فكره التصوير محمد الستار والدكتوره سامي عبد العزيز في الازياء والنجوم كانوا في احسن حالاتهم. فكره ازياء الصعيد طلعت من احساسي انا ان الصعيد بجد وازياء بجد وكل حاجه بصراحه. التصوير كان اقرب يعني لو حتى تشكيله الظل النور الاضاءه مختار عامل شغل كويس قوي قوي قوي. بعد ما طبعا ابتدى يتحرك بقى موسى وشوشيف هنا في القاهره وحركت ما بين الجيزه القاهره بغزه القطر اللي بيسافر فيه خلاص يعني هو انت ماشي في سكه المعتاد بتاع محمد رمضان. ولكن ده ما يعنيش ان المسلسل الحقيقي فيه جهد تقني كبير جدا للغايه وفي مخرج موهوب قوي اسمه محمد سلامه وبيجيب تصوير شاطر جدا. فموسى انا شايفه ان الاكثر على نجاح موسى بشكل كبير هو رمضان ومواقف رمضان. يعني لو غير كده الحقيقه كانت ممكن نسبه مشاهده موسى تبقى احسن بكتير. مين من الوجوه الجديدة اللي لفتت نظرك السنة دي يا علا؟ مثلا هو كان هي ظهرت قبل كده ميان سايت جميلة جميلة البنوتة دي هايلة برافو عليكي. وانا نفسي احفظ الاسماء انا بقى عندي معلش بس ذاكرة كلنا والله اللي كان عامل دور روايعي حاجة غريب انت بقى تستضيفيهم دول اظن عامل دور روايعي في نفسه هايل. في كمان المغتصب الفظيع ده عابد اوكي عابد محمد عابد اسمه عابد هو ده برضه شاطر الحقيقه جدا ولافت يعني اشتغل اداره كويس قوي. في ولد عمل طلع عمل مشهدين في موسى يعني وش مميز للغايه الحقيقه اللي هو كان راجع من الجيش والحرب مع الانجليز ومشاور كل الناس اللي اصحابه فيها اسمائهم وبتكلمها الاهالين وبينادي عليه. ده كان الحقيقه شوط ما يتنسيش في الدراما ولا الممثل مصر شاطر قوي قوي. انا قلت لك تاني ميان ومين تاني بس ميان دي جميله جدا. انا طبعا انا برنامجي ده يوميا بعد الفطار فمش لاحقه حتى اتفرج يعني عارفه بحاول كده اعدي عشان شغلي بس حاسه ان الحاجات محتاجه ان الواحد يتفرج عليها بهدوء وبتمعن لان فعلا الاعمال كتير واكيد في حاجات حلوه انت ممكن تعديها ما تشوفيهاش بسبب ان انت لازم تلحقي تشوفي حاجات تانية. فالاعمال كتيره قوي انا مش لاحقه بصراحه بس هو السنه دي نقدر نقول ان ويلكم يعني ان في ثنائيات فدي حاجه يعني صحيه جدا جدا حاجه تستثمر بشكل اكبر بعد كده وفي دراما مكتوبه حلو وبتدرس كتير جدا حقيقه صح. وفكره الناس تاخد بالها كمان مش بالشرط 30 حلقه ده عامله في الدراما اللي تستحق عندك ال 30 حلقه ممكن تنوع تعمل 7 حلقات و15 الوقت بقى يستحمل والناس تحب تشوف ده لان هي بالفعل بتشوف ده على المنصات اللي موجوده في كل العالم. طبعا ما بقاش عندك ازمه انت تعمل هذه التجارب في رمضان كمان بقى مع فترة الاعلانات فانت لو عندك حاجه بهذا الايقاع السريع فده هيفرق وهيبقى لطيف على فكره مش وحش خالص يعني صح. علا طب انا هلعب معاكي لعبه كده قبل ما اقفل معاكي. طبعا انا بشكرك على تحليلك السريع جدا للمسلسلات وطبعا التحليل ده من الناقده الفنيه والسينمائيه علا الشافعي وهي بتقول النقد ده بحب شديد جدا وبحرصها لانها دايما عايزه تشوف ان يكون في اعمال افضل وافضل على الشاشه عشان في النهايه دي الدراما المصريه بتاعتنا كلنا فده بجد. ولكن دلوقتي لو سالتك دلوقتي واحنا بنتكلم على الناس الحلوه دي اوكي هقول لك الفزوره اللي انا بقولها لجمهوري النهارده واشوف لو انت هتعرفي تحليها ولا لا. لو قلت لك اسامه وفاضل قاعدين تحت الشجره
وبابا فوق الشجرة وانا وانتي نستنى طرح الشجرة. عمل انتج سنة 1989. 89. مسلسل وكان ناجح جدا وكان 13 حلقة. وانا وانت بابا في المشمش يا اختي عليها. برافو. جميلة. انا وانت وبابا المشمش. وطبعا ده كان فيه اغاني جميلة لفردوس عبد الحميد. تفتكري ايه عن انا وانت وبابا في المشمش او ايه اللي كان بيميزه مع الاشعار اللي كانت بتغنيها او مش الاشعار؟ فاكرة فردوس عبد الحميد كانت بتؤدي كده بشكل غنائي كان حلو قوي. شكل غنائي والشخصية اللي كانت عاملاها الصراحة يعني. وهذا المسلسل شوفي انت بتتكلمي على فكرة قضية وفساد وهي بتتنكر وبتكشف في التفاصيل ومعاها ناس بتساعدها في لا الحقيقة المسلسلات دي ما تتعوضش خالص يعني ابدا ابدا بكل نجومها بالكتابة بالحاجة اللي كانت بتعملها ست فردوس ربنا يديها الصحة استاذ محمد فاضل يعني ده حاجات كده انا بقول الكلاسيكيات اللي موجودة وحتى ما بتعرض انا برجع اتفرج تاني. كلنا ما بتقدريش تقلبي المحطة وزي ما انتي بتقولي بتستمتعي بالمشهد ده وبتبكي مع المشهد ده وبتضحكي مع المشهد ده. قد ايه كانت الاعمال صادقة جدا بجد. صح والله. المهم نجحت في حلقة الفزورة خلاص. طب انتي استنى خلاص مش هعرف اعمل مع الجمهور بس هشوف لهم هم بقى فزورة تانية. بس انتي برافو عليكي. ميرسي يا علا ونورتينا على التليفون وان شاء الله المرة الجاية تيجي تنورينا هنا في نجوم اف ام. بشكرك يا حبيبتي. ميرسي. مع السلامة. باي باي.